بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذه الساعة من الليل صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله نبدأ، حياكم الله يا أبناء الطلاب، مع درس ظاهره صعب وباطنه سهل جدا جدا، يسميه الكتاب عندك Increase of Entropy Principle، وأنا أقول ما هو إلا special case من الانتروبي بالانس فور أكلوس سيستم. كيف يا دكتور؟ بسم الله، تعال معي أتابع لأني بشرح النظري بسرعة وبعدين بهدي اللعب وأشرح مثال جيد جاء في الفاينل السنة هذه. بسم الله على بركة الله، يبدأون بشرح هذا المفهوم، يقول لك خذ لك an isolated system that is composed of a system and its surrounding. هذا السيستم هذا اللي هو بيستن سلندر اسمبلي، ويطلع منها مثلا هيت وممكن دن عليها وورك، ولكن بجوارها ايضا خذ لك توسع شويه، خذ السراوند المحيط بها، وسع محيطك، وسع الباوندري لحد ما لا يوجد هيت ترانسفير تخرج ولا هيت ترانسفير تدخل، ولا يوجد بالطبع وورك دن اون ذا سيستم. ايوه، قالوا لك بعدها طبق بكل بساطه الانتروبي بالانس هذا. اوكي، هذا هو الانتروبي بالانس قدامكم، وملاحظتان اثنتان. اول شيء الحد هذا الخاص بالانتروبي ترانسفير باي هيت حيروح يا شباب لانه ما في كيو، ودلتا اس هنا ترك ما تركتها حاف، لا حطيت لك لوحه هنا من المرور جبتها اسمها ايزو. ايش يعني ايزو؟ يعني ايزوليتد سيستم. والايزوليتد سيستم يا بني مكون من ماذا؟ مكون من جزئين او من منظومتين جزئيتين او تو سب سيستمز، السيستم نفسه حقنا اللي جوا هنا والسراوندنج. وبالتالي الانتروبي تشينج او الانتروبي بالانس هنا كيف حنكتبه؟ حنكتبه كالتالي، هذا راح الحد بصفر، والسيجما هنا الايزوليتد موجود عندك، لكن الدلتا اس اوف ذا تو سيستمز اللي هو السيستم ومحيطه او السيستم ومحيطه حيساوي دلتا اس سيستم زائد دلتا اس سراوندنج، وسموه يا حبيب ابوه ان هذا this is the increase of entropy principle. وإت sometimes considered أو يسمى an alternative statement of the second law، سموه زي ما تبغون. أنا بحطه هنا يا شباب، ألف مبروك وزادت الحصالة عندكم، another قانون، ولكنه أنا أقول لك هذا القانون is a special case of what of entropy balance. وما عندك أي إشكالية. طيب يقول لك يعني الآن شوية شرح نظري. In words it states that هذا الكلام فلسفي حقهم الآن. The only processes in an isolated system that can occur are those for which the entropy of the isolated system الذي يحويهم increases or in the limit case for a reversible process ما بين التو subsystems remain constant it never decreases. أي أقرأ لكم بالعربي الآن كيف إن هذا القانون أو هذه المعادلة اللي يسمونها increase of entropy principle ممكن اعتبارها صيغة ثالثة للسكند لو. تذكروا عندنا blank statement وclosed statement في الشابتر السابق، هذه statement الثالثة وهي أيضا أجمل من تلك التعريفات. يقول لك العمليات الوحيدة في أي نظام معزول أو منعزل التي يمكن أن تحدث هي تلك العمليات التي تزداد فيها انتروبيا النظام المعزول، تزداد الانتروبيا الكلية معايا، أو على الأقل في العمليات يعني القابلة للعكس اللي هو أو للانعكاس اللي هي الريفيرزابل، تظل اللي شو اسمه الانتروبي اوف بوث سيستمز أو للسيستم المعزول ككل ثابتة، يعني السيجما ايش؟ بزيرو، ولا تنقص الانتروبي أبدا. طيب لاحظ أن هذه المعادلة، ركز معايا، لا تتطلب أن يكون تغير الانتروبي للنظام ومحيطه موجبان، يعني ما تقول ما اشترط أن هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف، لا تقول أني أتطلب فقط يكون مجموع الثنتين موجب، يعني ممكن هذا سالب وهذا موجب لكن المجموع حقهم لازم يكون إيش؟ موجب، أو العكس ممكن هذا سالب وهذا موجب لكن المجموع حقهم لازم يكون موجب. طيب على سبيل المثال يمكن أن تنخفض الانتروبي لنظام ما، يصير عندي تغير انتروبي سالب لإحدى الأنظمة
لكن يجب أن تزداد الانتروبي الخاصة بالمحيط زي ما قلت قبل شوية، بحيث يكون مجموع التغيرين أكبر من أو يساوي الصفر. خلصنا يا شباب، لكن نحتاج إلى مثال وعلى طول على الشريحة الجاية. طيب يا شباب، نأخذ المسألة هذه على الانكريز اوف انتروبي برينسيبل، وحتلاحظون الآن حصالتكم الآن اختفت منها معادلتين أو ثلاثة من فوق، لأنه كثرة المعادلات الآن صار عندي هنا معادلة هامة جدا اللي هو الانتروبي بالانس فور كلوز سيستم، ثم معادلة جديدة هنا والتي هي سبيشال كيس اوف ذا انتروبي بالانس اللي قبل شوي خلصناها اللي يسمونه الانكريز اوف انتروبي برينسيبل، وهو ليس إلا حالة خاصة من فين؟ من الانتروبي بالانس على كلوز سيستم ايزوليتد. طيب هذه المسألة يا شباب يعني جات في الفيرست اكزام وجات في الفاينل، ومع ذلك في هذه السنة يعني الطلاب للأسف كان عندي دفعة ما قدرت تحلها كلها، ولله في خلقه شؤون. المسألة بسيطة جدا، يقول لك عندنا 1000 كيلوغرام of liquid water موجود في القطعة هذه أو في التانك الصغير هذا، يقول لك is brought into a well insulated and well sealed room that is initially at 22 degrees Celsius و 100 كيلو باسكال، وهذا الحجم حقها. يعني جابوا في غرفة ما شاء الله كبيرة 7 متر في 5 متر، يعني مجلس ما شاء الله كبير، والارتفاع حقه 4 متر و 1000 كيلو جرام، يعني it's a big amount of water، والدرجة الحرارة 80. طبعا الهيت ترانسفير حتروح الآن من فين؟ من الهات ووتر إلى الكولد اير هنا، لكن السيستم كله بالأحمر هذا اللي انت شايفه هذا عزل حراري. Assuming constant specific heat for both air and water at room temperature، يعني قراه هنا عند الـ 22، أوجد الـ final equilibrium temperature of the room content، يعني بعد يعني زمن طويل، يعني state 2 for both of them. يعني توقعت يا شباب أنه في الفاينل الشباب بيجيبونها على طول، والله المستعان بسيطة جدا. هذه first law of thermodynamics، apply energy balance على system يشمل الاثنين، يشمل two systems الwater system والair system، وطبعا ما في heat transfer برا. نعم يا ولدي هناك heat transfer من الwater إلى الair، okay both of them are subsystems، ولكن السيستم الكلي الذي سنطبق عليه الفيرست لو ثيرموداينامكس بارك الله فيك لا يوجد فيه هيت ترانسفير برا او جوا، وايضا من باب اولى لا يوجد هناك ورك. لماذا لا يوجد ورك؟ لان الغرفه ريجيد، اوكي، وبالتالي كونستنت فوليوم حتساوي زيرو، وكيو از انسوليتد فبزيرو، حطير الدبليو حطير الكيو حيصير عندي دلتا يو توتال، توتال يعني both subsystems، أقوم يسوي أكتب دلتا يو ووتر وزايد دلتا يو اير، بعدين أحولها إلى specific internal energy m water في دلتا يو ووتر specific و m اير في دلتا يو اير. بعدين أتذكر من الانكمبرسيبل موديل دلتا يو حقة الووتر وش تساوي؟ هل يا ترى أروح أقراها من الكمبرسيبل تيبلز A4 و A5 مثلا، نسيت الرقم حقها، ولا الراجل قال لي هنا assuming constant specific heats for both air and water، وماذا يعني بذلك يا طالبا غير مذاكر؟ أيوة لا تبكي عندي، لا تبكي الله يرحم والديك، هذا ما جنت يداك بارك الله فيك. أيوة ممتاز يا علي يا عسيري، دلتا يو ووتر حتساوي specific heat حق الووتر في T2-T1، لأن هنا كانت إيش؟ U2-U1، وعلي عسيري ما نسي الـ MW هنا أهو حق الماس. وبالنسبة للدلتا يو اير، دلتا يو اير نفس الشيء لكن نضرب في إيش؟ في CV، لأن عندنا CP وCV. طيب طيب T1W حق الووتر ب80 و T1 حق الاير ب22، لكن نحن نبحث عن ايش؟ عن T2، ونحتاج الام اير ونحتاج السي في ونحتاج السي دبليو، واما الام دبليو فالراجل اعطانا اياها ب 1000 كيلوغرام. طيب على بركه الله التي ووتر ب80 وقال لك الراجل قراها عن 22 وتروح الى جدول
المواد الصلبة والسوائل حتقرأ CW 4.18 كيلو جول بير كيلو جرام كالفن، وبالنسبة للهواء تروح 22 وتزود عليه 273 وتقرأ مضبوط. إذا احتجت انتربوليشن سوي الانتربوليشن تحصل على المقدار هذا. وأما الماس الخاصة بالإير فعلى طول تطبق إيش؟ أطبق الأيديال غاز لو يا دكتور. لقد تربينا وعلمنا أنه لا بد من المذاكرة في الثيرمو. إذا P1V1 على RT1، البريشر كان في البداية بمية كيلو باسكال، والحجم حق الغرفة بمية واربعين متر تكعيب بعد ما ضربنا الثلاثة هذولا مع بعض. الجاز كونستنت أنا حفظته من زمان 0.287، وإذا ما أنت حافظه تقوم تقسم اليونيفرسال جاز كونستنت على الموليكولار ويت الخاص بالإير، وتي 1 الخاصة بالإير 22 زائد 273 تسوي حسبتك بكل سرعة وتكتب 165.4 كيلو جرام، وترجع على طول تعوض هنا لأنه ما في وقت كثير في الامتحان النهائي يا كابتن. إذن الإماس حق الوتر ب 1000 كيلو جرام، السي حق الوتر ب 4.18، تي 2 فاينل ما نعرفها وهي التي نبحث عنها ماينس 80 درجة مئوية اللي هي تي 1 الخاصة بالوتر. أما بالنسبة للماس الخاصة بالإير ف 165 في السي بي حق الإير، في تي 2 ماينس 22 سوي حسبتك يا كابتن تطلع لك 78.4 سلسيوس، وإن شئت تقدر تحطها بيش بالكالفل. طيب هذا كان عليها الظاهر والله أعلم 8 درجات. طيب قال لك فقرة با، أوجد التوتال انتروبي تشينج ديورينج ذيس بروسيس إن كيلو جول بير كالفل. توتال انتروبي تشينج توتال انتروبي، ايه ما انت مذاكر يا كابتن. طيب بالنسبه للشباب المذاكرين معانا جزاكم الله خير، ها ها وين اروح يا عيال؟ في اي مكان يا شباب. ايوه هنا اللي هو الانتروبي بالانس فور كلوز سيستم، اوكي تطبقه على البوث في سيستمز هذولا اللي هم معزولين حراريا، وبما انهم معزولين حراريا وما في ورك يدخل عبرهم فكانهم ايش؟ ايزوليتد سيستم، صح ولا لا؟ اذا تبى تطبق هذه انت حفيظ بكيفك، لكن شوف كيف طريقتي انا. انت ابلاي انتروبي بالانس على نفس السيستم السابق دلتا اس توتال. ليش توتال؟ عندي يا ولدي اكثر من سيستم، سيستم حق الووتر وسيستم حق الاير. طيب وهنا السيجما المفروض اني احط توتال يا ولدي بس نسيت. طيب والكيو هنا كم؟ الكيو بزيرو بارك الله فيك. ايوه بس في هيت هنا، هيت يا كابتن داخليه لا تعبر الباوندري افهم. طيب معليش سامحونا يا شباب لانه السنه هذه كان عندنا ناس سبحان الله جايب. طيب ايش يحصل الان؟ والله دلتا اس توتال قسمتها الى تو يعني بارتس، دلتا اس الخاصه بالووتر ودلتا اس الخاصه بالاير. بعدين عبرت عن دلتا اس الخاصه بالووتر بالسبيسيفيك فاليو وما نسيت تضرب في الماس حقت الووتر، وهنا دلتا اس اوف ذا اير في الماس اوف ذا اير، وهنا سيجما توتال. توتال يعني ايش؟ يعني المتولده في السيستم الكلي الذي يحوي سيستم ووتر وسيستم اير. طيب كيف اجيب الدلتا اس اوف ذا ووتر؟ اي والله يا استاذ كيف نجيبها؟ يلا يلا انت الان ما عاد الا اسبوع ونص ويجي الامتحان، لازم تكون حافظ المعادلات هذه اذا الدكتور حقك ما بيعطيك اياها في الفاينل. معظم الدكاتره ما يعطونها في الفاينل، ما يعطونها في الفاينل يا شباب. طيب وين اروح وين اروح؟ هنا تروح اهو، هذا هو دلتا اس اوف ذا انكمبرسبل سبستنس حيساوي السبيسيفيك هيت لن تي 2 على تي 1 اهو. ام ما نسيتها انا، كثير منكم يا شباب في الفاينل يجيب الدلتا اس اللي هي هذه وينسى ما يضرب في الماس، فلازم تضرب في الماس، وهذا سي دبليو لين تي 2 على تي 1، واحد مصادر الخطا ايضا لما يجي يعوض تي 2 يعوض 78.4 لازم تحطها بايش؟ بالكالفن. تي 2 هنا وايضا تي 1 اللي هي 80، الماس حقت الووتر ب 1000، السبيسيفيكيت حق الووتر زي ما جبناه 4.18، سوي حسبتك تطلع بماينس 18.98 طبيعي السالب هنا لانها قاعده تبرد. طيب وكيف نجيب الدلتا اس حقت الاير؟ بسيطه طالع لي هنا. والله يا دكتور الثنتين هذولا قلت لنا نستخدم يا هذه يا تلك، يلا ايش حتستخدم انت الان؟ انا بقول لك ايش استخدمت وقل لي ليش. والله انا استخدمت هذه يا شباب شايفين. طيب ليش ما استخدمت ذي؟ بقول لك الان. الفوليوم الخاص بالاير هنا ما بين ستيت 1 وستيت 2 هل تغير؟ لا ما تغير. طيب معنات V2 على V1 بواحد ولن الواحد بصفر، صح ولا لا؟ والسي في انا اوريدي جبته. طيب افرض انك اخذت هذه
صحيح ما عندك مشكلة، لكن بما ان الاير سخن فالسي فالبريشر بي 2 يفرق عن بي 1، فلازم تحسب بي 2، ولازم تجيب ايضا السي بي ترجع تسوي الانتربوليشن، فالخطوة ذي بتضيع عليك وقت. طيب طيب جزاك الله خيرا يا استاذ، بسم الله على بركة الله، الحد هذا يطير، الماس حقة الاير جبناها 165، السي في 0.718، تي 2 ب 78 زائد 273، وتي 1 حقة الاير ب 22 زود عليها 273، ولاحظ انه سخن، فالدلتا اس التشينج حيكون موجب 20.78. وين اعوض يا اخوان؟ اعوض هنا، اوكي؟ اعوض هنا. إذا السيجما توتال أو التوتال انتروبي تشينج حيساوي ماينس 18.98 اللي هو حق الووتر زائد 20.78 حق الاير، يطلع لك ما شاء الله تبارك الله 1.787 كيلو جول بالكيلوغرام. ويعجبني بعض الطلاب لما يطلعون سالب ولا يمديه في الامتحان يكتب لي هذا، يقول امبوسيبل ذيس كانت بي نيجاتيف، هذه جيد يدل على أنك فاهم. فدائما السيجما او الانتروبي جنريت لازم يكون بوزيتيف، استحاله يكون نيجاتيف. طيب اتمنى اني وفقت يا شباب في درس الانكريز اوف انتروبي برينسيبل، اللي زي ما قلت لكم اتس نوثينج بات الانتروبي بالانس فور ا كلوز سيستم، ولكن مطبق على ايزوليتد سيستم، يعني لا تدخله ولا يخرج منه هيت، ولا يدخله ولا يخرج منه ورك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.